اذا لا كان بالفيديو السابق ان هذا غلط، لازم يكون الستارتنج تايم 0.2، كان في خطا خطا في الحساب، فالستارتنج تايم صار 0.2 سكند. خلينا ناخذ الفانكشن هاي بدنا نطلع هلا اللي هي ايش سميناها احنا، بدنا نطلع اف بلانت اوفست او جي اوفست، خلينا نسميها جي اوفست. يعني هذول مع الزيرو اوردر بورد هذول كلهم راح نسميهم جي اوفست. اذا هلا جي اوف زد راح تساوي يا سعد بتساوي هاي بدالها ايش راح احط؟ 1 ماينس زد تو ذا ماينس 1، فراح تصير هاي واي ماينس زد تو ذا ماينس 1 هون، 1 على اس شو راح تصير؟ زد على زد ماينس 1. بعدين عندي ناقص 15 على 6، 1 على اس بلس 3 شو راح تصير؟ زد على زد، هاي راح تصير زد على z minus e to the minus 3t، مضبوط؟ بس مضروبة في ناقص 15 على 6. واخر شيء زائد عندي هون 1.5 في s في 1 على s plus 5 راح تصير z على z minus على z minus e to the minus 5t، وعندي هاي مضروبة في 1.5. اول وحدة مع z اس minus minus n، هاي 1 minus z to the minus 1 minus n كان minus n 0.2. لا لا، انت احنا عندنا شو عندي هون؟ انا e to the minus 0.2 of s، مضبوط. 0.2 اللي هي t، اللي هي t، e to the minus s t بتساوي z، تمام. لاحظ ال t ما انتقلت لهون، انت هذا اللي بتحكي ما انتقلت لهون، وين راح تبين طيب مع ال t؟ جوا ما راح يضل t، صحيح كلامك سؤالك. اذا هون راح يصير عندي هلا 1 minus z to the minus 1 بدخلهم بضربهم هون، فبتصير عندي هاي لما بضربها هون شو بتصير؟ زد ماينس 1 على زد ماينس 1 بتصير 1 ناقص. لما بضرب هاي في هاي شو بتعطيني؟ بتعطيني زد ماينس 15 على 6 زد ماينس 1 على هاي راح تصير. خلينا نحسب هلا هذه 3 في 0.2 راح تصير قديش؟ راح تصير يا عبابنا 3 في 0.2 قديش راح تصير؟ ما تحكي معنا جنبك الصراحه. 15 على 6 ماينس z على z minus e to the minus 0.6، مضبوط؟ لأن عوضنا الآن t، بنريح حالنا بلاش نتعقد الأمور، نبسط الأمور بنعوض، زائد 1.5، وعندي هلا هون هاي لازم تصير ايش؟ z minus 1، مش هيك؟ لأنه بنضرب هاي فيها. طيب هاي 15 ما هو عبابني وودي معايا، خليني أركز على أي شيء. ناقص زائد 1.5 زد ماينس 1 على وهذه عندي هون زد اي تو ذا ماينس 0.6 وعندي هون اي تو ذا ماينس 1، مش هيك؟ 5.2 بعطيني 1 وهي زد ماينس 1 1.5، مضبوط هيك؟ ضل شيء في شيء ناقص؟ طيب شو بدي اكمل الان اعمل؟ بدي احولها لترانسفير فانكشن، مش هيك؟ نيوميريتر ودينومينيتر ما ينفعش، شو بدي اعمل؟ بدي اجمعهم مش هيك؟ لا لسه هاي ما بتنفعني كترانسفير فانكشن، مش لازم يصير في نيوميريتر ودينومينيتر؟ اذا بدي اجمعهم مضبوط؟ اذا شو العامل المشترك للتحت؟ زد ماينس اي تو ذا ماينس 0.6 في زد ماينس اي تو ذا ماينس 1، مضبوط؟ اذا ايش بصير عندي هون؟ وعندي هون زد ماينس اي تو ذا ماينس 0.6 مضروب في زد ماينس اي تو ذا ماينس 1، بضربها في 1 شو بتعطيني؟ زد ناقص اي بتعطيني نفسها، او اذا بدك نبسطها زد تربيع، طيب رح تعطيني هلا هون زد تربيع ماينس اي تو ذا ماينس 0.6 زد ماينس اي تو ذا ماينس 1 زد، وبعدين عندي هون بلس اي تو ذا ماينس 1.6، مضبوط؟ مش هذا الجزء الاول؟ بعدين هذا لما بقسمه هون شو بعطيني؟ بعطيني ناقص 15 على 6 مضروب في z ماينس 1 z ماينس e تو ذا ماينس 1، طيب بنبسطها بعدين، خلينا نكمل. وبعدين عندي 1.5 رح تكون كمان z ماينس 1 في ايش؟ في z ماينس e تو ذا ماينس 0.6، ماشي؟ الكل فاهم شو عملنا هون؟ ايش هدفي اوصل الان في البسط والنقطة؟ هذا عندي رح يصير سكند اوردر في z، وهذا راح يصير
هو سكند اوردر وبعدين راح يتبسط راح يصير فيرست اوردر فحيضل عندي 0 و2 بولز بس هدول ال0 وال2 بولز وين في اي دومين زد دومين يعني هذا اللي كان له 2 بولز في الكونتينوس في الاس بلين كانوا 2 بولز اس ماينس 3 وماينس 5 لما حطيت له 0 اوردر هولد عشان السامبلينج وحولته للزد دومين راح يتحول عندي صار له 2 بولز كمان هون بس له 0 طيب خلينا نحاول نبسطها خلينا نحسب رقم نطلع رقم بسيط لزد اي ماينس 0.6 وزد اي ماينس 1 عطينا على الاله الحاسب شوف ايش الرقم اللي بيطلع معك انا في معي رقمين هون انا حسبتهم هون طلعتهم 0.548 مظبوط نوسع شوي المساحة. عندي فوق هلا زد سكوير، هلا خلينا نحاول نبسطها، راح تصير عندي فوق زد سكوير ماينس اي تو ذا ماينس 0.6 الاي 0.5 0.5488 زد، هذه زد سكوير، بعدين عندي اي تو ذا ماينس 1.36 ماينس 0.3679 زد وهاي فيش فيها زد مش هيك بلس هدول اضرب الرقمين هدول ببعض شو بيطلعوا بيطلعوا مفروض 0.2019 تمام مظبوط 0.2019 هذا اذا خلصنا هذا الجزء ناقص عندي زد سكوير راح يصير ناقص 15 على 6 2.5 ايش هي عفوا؟ انا عملت 2.5 1.3679 وهي مضروبه في ايش؟ في زد مش هيك؟ هذا الجزء بعدين عندي اخر جزء اللي هو ماينس في ماينس بلس اي تو ذا ماينس 1 في 2.5 قديش اي تو ذا ماينس 1 في 2.5؟ 0.367 ماينس ماينس اللي هي ماينس بتصير هون قديش؟ 0.367 في 2.5 خلصنا لحد وين؟ لحد هون ضل الترم هذا زد زد في زد زد سكوير في 1.5 زائد 1.5 زد سكوير لاحظوا انه زد سكوير بتشطب الان هي زد سكوير 1 زد سكوير 1.5 ماينس 2.5 شو رجع عندي هون؟ 0.1 0.1 فضل عندي 0 رح يضل عندي 0 فوق و 2 كولز تحت طيب بعدين عندي ماينس زد وماينس اي تو ذا 5.6 اللي هي 1.5488 في 1.5 1.5488 في 1.5 وهذا بلس مش هيك؟ ولا ماينس ماينس مضبوط في زد واخر شيء ماينس في ماينس بلس اي تو ذا ماينس 0.6 في 1.5 اللي هي 0.548 في 1.5 هذا كله مقسوم على زد ماينس خلينا نبسط هاي بتصير زد سكوير بعدين عندي زد ماينس هذا الرقم زائد هذا الرقم مش هيك مجموعهم الاثنين هذول بيطلع 0.91 0.91672 زد ماينس مضبوط وبعدين اخر شيء بلس بدي اضرب الرقمين هذول في بعض بيطلع 0.2019 إذا هون عندي كم بول؟ 2 بول 2 بولز هدول لازم بيطلعوا ريل بولز طبعا بيطلعوا ريل بولز لأنه هي مش هيك هي قيمتهم
ايش هم البولز على الزد بلين راح يكون قيمته هون اي بلس راح يطلع لانه زد بتساوي هذا الرقم راح يروح على الجهه الثانيه اذا البولز في الزد بلين او 0.5488 و0.3679 والزيرو راح يطلع حسب ما هلا بنبسط هذول هون خلينا نعمل الجهه اللي هون خلص هاي ما بدي اياها الان دور بعدين نفحص استابيليتي كله راح نعمل هلا نفحص استابيليتي ونطلع قيمه كي هلا تقدر تفحص الستابيليتي الان الستابيليتي بتقدر تفحصها هون بتقدر تحط كي كمان وتشوف قيمه كي بتعطيك الستابيليتي على الكلوز لوب بس لسه هذا الدكتور اوبن لوب هذا كله لسه الاوبن لوب سيستم مع الزيرو اوردر هون احنا كل اللي عم نعمله عم بطلع لها هذا اللي هي جي بي او زد جي بي او زد مضروبه في كي او محطوطه مع الزيرو اوردر هون لسه طيب هلا هاي لما ببسطها انا مطلع القيمه النهائيه هون عشان ما نضيعش مساحه كثير ووقت كثير عليها انا مطلع الزيرو هون بيطلع معي المقام البسط 0.1 يعني هاي جي او زد للبلانت مع الزيرو اوردر هون او جي او زد النهائيه مع الزيرو اوردر هون جي او زد بتساوي 0.1798 5 زد بلس 0.1535 هاي الزيرو والبولز اللي هي نفس اللي طلعناها بشوي ماينس 0.9167 زد بلس 0.2015